اوكي، سلطة المكسيكية، بدنا بندورة مفرومة، بدنا دورة معلبة، بدنا أفوكادو مقطعة، بدنا فاصوليا حمراء، فاصوليا سوداء، بصل أحمر مفروم، فلفل رومي أخضر مقطع للتقديم، بدنا تشيبس أو تورتيلا أو تاكو، في التشيبس تاكو تشيبس وأشياء زاكية. الدريسنج بدنا عصير ليمون، زيت زيتون، خل أبيض، عسل وملح. صح. نعم. طيب. يعني شوي كاتي هيك بدنا نغير، يعني قد ما نقدر نطلع شوي بس عن المألوف. المكسيكان بده يكون فيها ذرة، بده يكون فيها أفوكادو، بده يكون فيها فاصوليا حمراء. في ناس ما بتقدر له إلا خفي هيك، له الخفي عارفة، لابس إبراهيم نظاراته بمشي بالاستوديو. على كل حال أرقام الهواتف ستظهر الآن يعني بأسفل الشاشة، كثير بنحب نسمع أصواتكم وأيضا نقرأ تعليقاتكم. بصبح عليكم جميعا وبحكي لكم صباح الخير. شو عملتي يا عليا؟ هلا شوفي يا أمر، بدنا نحط كل المقادير. المقادير هي عبارة عن أساسها الفاصوليا الحمراء، فاصوليا سوداء، في فاصوليا بيضة، وفي اللوبيا البيضة إذا بدكم وحدة منهم. إشي كتير زاكي وتغيير، وبصراحة وجبة فيها نشويات عالية جدا. أوكي. أوكي. هنحط إحنا كل المقادير مع بعض. فلفل أخضر رومي بدنا نشيل منه العرق الأبيض، رح نصبح معاكي عليهم. وأي سؤال حياهم الله. حاضرين. انشراح الحباشنة بنصبح عليهم، بنحكي لها صباح الخير، بتعيد علينا بمناسبة عيد الأضحى. وليد العباس بصبح علينا، عبد حردان بني صخر، ومحمد الخوالدة صباح الخير، وأيضا أحمد عليمات، شريفة طباخي، وإيمان أبو طالب، وأيضا بنصبح على عمران كركوك بحكي لنا صباح الخير. أم رامي كنعان يا صباح الفل. نور الدربيع بنصبح عليها وبنحكي لها صباح الفل، وكل عام وأنتم جميعا ومن تحبون بألف خير. بنصبح كمان على الدنيا غرور بتحكي لنا صباح الخير، بنصبح عليها وأم رعد الرواجفة يا صباح الفل، وأيضا بنصبح على كل الأشخاص اللي معنا وعم بيتابعونا. رما سعودي يا صباح النور، باسمة عثمان، خيرية بني خليل، وأم عمر حجاوي، أم نذير الخلايلة، رونق السعادة، نهاية الشواهين، وأمل الكاتب. يلا 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 خلطت على المقادير. أنا ذكرتك قبل يومين، ما بعرف إذا حضرتين أنا وأليكس. لا إيش خير، شو عاملين؟ كلاوي معليك؟ لا إيش عاملين؟ يوم لسان العجل. شو؟ قلت لهم كاتي لقطتني على الستوري وأنا بشتري بلسان العجل، الحمد لله أنا مش بكرة. علا لما أكون ما حقتك والله. حبيبتي ما تفقدي لا عزيز ولا غالي يا روحي. حبيبتي هاي خل أبيض، عصير ليمون، تمام، وبعدين رح نحط زيت الزيتون والملح. بدهم يحطوا بهار مكسيكان، بهار التاكو مع السلطة، بابريكا، زعتر ناشف، كلها هاي أمور يعني أنا بالنسبة إلي للذوق الشخصي بترجع، ولكن إحنا نحاول قدر المستطاع نشتغل بالإشي الستاندرد يعني اللي بمشي على ذوق الجميع. رح نحط ملح، وزيدي الملح شوي لأنه في عندك فاصوليا، والفاصوليا بصراحة بحاجة لشوي كمية من الملح. أوكي. بتصبح علينا إيمان تحكينا صباح الخير، ومحمد عليه، وأمل السويس نفاع يا صباح الفل، وليد عباسي بيحكي حلو التخفيف بعد القنابل اللي عملتها على خلال الأيام السابقة. بالضبط. وأيضا منصبح على إسلام وأم عاصم الرواجدي، وردة يا صباح الفل نحكي لها صباح الخير، علاء بحكي لنا صباح الخير، أم عمر حبيبتي يا صباح الفل، وابنة شيخة المشاقبة يا صباح الفل، تقام هيدات، أبو سامي غرايبة، وأبو علي بصبح علينا وبحكي لنا صباح الخير، مرام، وأم رأفت الحرباوي نحكي لها يا صباح الورد، تهال الترتير من رام الله، من عايد عليك ومن عايد لكل حبايبنا بفلسطين وكل الأشقاء بالدول العربية، سناء الديجاني ووردة صبح علينا. طيب يا علا، يسعد صباحك وصباحهم يا رب. هاي هيك السلطة صارت جاهزة نوعا ما تغيير، بعدين أولادنا لما بيشوفوا الألوان بيحب، ما رح يفكر إيش اللي محطوط بالصحن، فرح يأكل. اللي أولادها بيغلبوها شوي باللعب بيلتوا ما بيأكلوا، يعني نوعا ما حتريحك وتساعدك كتير. هلأ فينا إحنا نخبز قطع التورتية، فينا نجيب تشيبس، فينا نحط اللي هي القطع الجاهزة زي ما بدهم. أنا خطر ببالي صراحة أعمل هاي الفكرة، جبت شيبس
وراح اعمل فيها ديكور. اوكي ممكن يحطوا قطع تاكو كمان كاتي حلو، بس ايش يحمصوها بصراحه. اوكي ازكى. اوكي بنصبح على عبير السرحان زهرة البيلسان. يلا ناخذ روان. الو صباح الخير. الو صباح الخير روان. روان ايوه معك. الو صباح الخير، كل عام وانت بخير حبيبتي. انت بخير حبيبتي والصحه والسلامه حبيبتي. كيف اليوم وصفه علا السلطه هاي لذيذه والله عن جد انها بتشهي. يلا هاي علا معك هاليوم. تفضلي حبيبتي. حبيبتي اهلا وسهلا يا قمر. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه من العايدين. صباحك ورد. يسلمك يا حبيبتي. يا حبيبتي بدي اخذ رقم تليفوني في مجال تحت الهواء بيعطوك اياه. اهلا وسهلا. ماشي حبيبتي. طبعا هذا تشيبس انا جايبته بنكهه ساور كريم وبصل كثير بيروح مع هاي السلطه، وانا هيك بقدر احط هالطبق مشخص واموره تمام والوانه حلوه مبهجه وافرح فيها اهل البيت. طيب يا ام عبد الله وناخذ المقادير. الو صباح الخير ام عبد الله. صباح النور، كيفك يا كاتيا؟ منيحه كيفك انت؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحه والسلامه. كثير كثير انا مبسوطه اني سمعت صوتك حبيبتي. انا مبسوطه اكثر وشرف لي ستي. ومعجبه فيك كثير، وبدي اعطيك ملاحظه صغيره. اعطيني ملاحظتين مش ملاحظه واحده. الله يسعدك حبيبتي، بس بدي اطلب منك انه الحلقه الجاي تستضيفوا دكتورة يعني مختصة للأطفال الصغار باللغات، يعني إنه زي ما تحكي إنه طفل مثلا أنت الحكي صعب شوي. فهمت عليكي. حاضر حاضر. أعطينا اسمها تحت الهوى ستي، وزميلاتي في الإعداد قريبا رح يتواصلوا معها وتكون معنا. حاضرين.